حولت مبلغا من المال عن طريق أحد المصارف إلى والدي، ثم عقبت عليه بعد فترة، فقال المأمور إنني لم أحوله وسأحوله الآن. فسألت والدي، قال لا، قد استلمت المبلغ مرتين ومقدار المبلغ 7500 ريال. ماذا أفعل الآن بذلك المبلغ الزائد، علما بأني لا أدري هل ذلك الشخص لا زال على قيد الحياة أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن ترد هذا المبلغ الزائد إلى الذي أرسله والذي صرفه، لأنه فعل ذلك عن غلط وعن خطأ، فعليك أن ترده إليه إن كان له، فترده إليه شخصيا، وإن كان للمصرف والمتجر أو البنك فترده إلى الجهة التي كان يشتغل فيها، التي كان موظفا فيها، وتبلغهم الحقيقة. وإن لم تجده وكان هذا المبلغ منه هو، فإنك ترد هذا المبلغ لوراثته إذا كان متوفى وهو الذي دفع هذا المبلغ من جيبه، فإنك ترد هذا المبلغ إلى وراثته إن كان متوفى. نعم.